في وزاره الثقافه يهبطوا معانا ويكونوا نورمالمون. غير راهي مشرفتهم الوزيره هذيك مرفوضين كي هما كي وزيرته. هي كان الكلمه هذه من المفروض احرار تاع وزاره الثقافه يكونوا معانا. الا راهي مشرفتهم راكو تمثلونا احنا ماشي الوزيره، احنا اللي رانا نمثلو فيكم. سي غراسا نوك الجزائريين، الجزائريين واش تقولوا؟ وين اولادكم راهم راقدين؟ اولادنا راهم برا يا مسيو، اولادنا كامل راهم برا، اللي راهي تداوي على عينيها راهي تداوي، اللي راهي مريضه مرميه سعاد ليلى ليندا سلام مرميه، سعاد سبكي مات من عينيها ومش هضره حتى لواحد. انا البارح حرقت لي الدار تاع الراجل اللي رانا ساكنين عنده، لي بروجيكتور اللي نخدموا معاهم يسرقونا. راكم تسمعوا فيا، ياك جيت لعندكم الفوقه، ياك جيت عند معالي الوزير السابق الفوقه. معالي الوزير؟ جيت عند ديروا حل الفنانين، سنيو كونفونسيون مع وزاره السكن، الفنان يكمل خدمه على 3 تاع الصباح، مش من حقه يسكن في اي بلاصه يكون مرمي، لازم له بلاصه محترمه. اعطونا ليماب، اعطونا ليماب، ليماب تاع احمد. حاجه يقول لكم فريده، حاجه يقول لك باللي الفنان ما راهش يجي للمسؤول، ولو انه ضد نجوا للمسؤولين. يا سيد يا مثقف يا مهوبي، لما ابو جمال ربي يرحمه قطعوا له ليه، ولما حلك لما رحت تتصور معاه ورحت على اساس